عندما تظلم تحكيمي. لا أعود وأقولها، يعني الفار يتم اللجوء إليه وتطبيقه مع المنتخبات الكبيرة، لكن مع المنتخب المغربي مع الأسف لم يتم الاستفادة من الفار في أن وتأتي لك الفرصة بالانتقام لا ترحم. الله يا رب، المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة عندما تعطيك كرة القدم فرصة الانتقام، هاي أول حلقة في السلسلة، فبتمنى يا رب تعجبكم. قبل بالله نبدأ بسرعة بسرعة، فوش اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، خلينا نفوت في موضوع اليوم على طول. هدف الموسم، هدف الموسم، في كأس العالم عام 2018 وتحديدا في دور المجموعة واللي جمعت إسبانيا والبرتغال وإيران والمغرب، وبعد ما لعبوا معظم مباريات هاي المجموعة وصلوا لآخر مباراة اللي جمعت بين المغرب وإسبانيا. طبعا كان معروف إنها مباراة صعبة يعني، وبدت المباراة والمباراة من بدايتها صعبة، فيها خشونة، كان فيها كثير شراسة وخشونة من كلا الطرفين، وكان من الواضح إنها مباراة ليست بالسهل. بالدقيقة 13 وبخطأ من إنيستا في منتصف الملعب بين ارتباكات دفاع إسبانيا بيخطفها مهاجم المغرب ويركض بسرعة نحو المرمى. ويأتي الهدف الأول للمغرب، لكن للأسف وبعد 5 دقائق في المباراة حديدا في الدقائق 18 وكذلك الحال زياش مع حكيمي، هنا واحدة ضيط، طلع كورة ميمارش، خطيرة أتعادل إسبانيا. إسبانيا تعدل النتيجة عن طريق إيسكو وتعود المباراة من نقطة الصفر، وشوي شوي صارت تزداد الحدة بالملعب، صار باللعب أكثر خشونة بعد محاولات عديدة من إسبانيا من الشمال من اليمين وصمود المغرب. ينتهي الشوط الأول 1-1 تعادل إيجابي. في الدقيقة 48 من نصف المباراة الثانية كرة لمست إيد بيكي لمنطقة جزاء إسبانيا واللي من المفروض كانت تحتسب ضربة جزاء لمين؟ المغرب. يعني في بعض الأحيان حرام علينا وحلال عليهم، هكذا كان الأمر في مباراة البرتغال. لا نريد أن نبقى نعم على البكاء والبكاء، لكن الحكم شاهد ما شافش حاجة أصلا، ما فكر أو ما أتعب نفسه عشان يتأكد يرجع يشوف بالفار ولا عمل أي شيء، كمل المباراة عادي. بالدقيقة 54 من المباراة نور الدين مرابط يسدد تسديدة صاروخ أرض جو، هنا الجرأة المغربية هجوميا حاضر، نور الدين مرابط تسديدة، لكنها تصطدم في العارضة، يهتز المرمى من قوة الضربة. وفي الدقيقة 80 كمان مرة تلمس الكرة بإيد بيكي اللي من المفروض أصلا الحكم طب روح يتأكد، على الأقل ارجع الفار يتأكد إذا لمست أو لا. كانت واضحة وضوح الشمس، لكن كمان مرة الحكم بيحتسب ركنية للمغرب بسبب اصطدامه بيكي وبيطنش اللمس، لكن يا صديقي رب ضارة نافع، من الركنية اللي احتسبها الحكم زياش بيرفع الكرة لنصيره وبيرتقي ارتقاء عالي ومبدع ويسجل الهدف الثاني للمغرب. اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة، وهيك بيكون المغرب متقدمين على اسبانيا 2-1 وباقي للمباراة 10 دقائق، يعني خلص باقي 10 دقائق المباراة وبيتحقق حلم المغرب. ركز معي يا صديقي هون، ركنية في الدقيقة 87 لاسبانيا، في وضعية تسلل حذاري من مثل هذه الكرات، تسلل الفية، تسلل الكم إيرماتوف سيلجأ إلى الفيديو، نعم يقرر الهدف، يقرر الهدف في هذه اللحظات يا مشاهدينا الكرام. شوف
بكل الركنية خطأ بخطأ. تعال عد معي كم خطأ في بهاي الركنية. اولا الحكم بيشير للركنية على جهة الشمال، لكن ملاعبين اسبانيا ومنتخب اسبانيا لعبها من اليمين. استلام بكي للكرة اصلا كان خاطئ، واللي استلم الكرة بايده وطبعا كان لازم تحتسب يد. ثالثا اصلا اللاعب اللي سجل الهدف اسنسيو كان متسلل، وفعلا حكم الراية بيرفع التسلل، لكن حكم المباراة خلاص حط في راسه انه لازم يحتسبها هدف. شو السبب؟ الله بيعلم. رجع على الفار، سبحان الله ما شاف الثلاث اخطاء وحسبها هدف، وهيك ظلم منتخب المغرب في كاس العالم 2018، خرجوا من كاس العالم في دور المجموعه. دور الايام وتمشي السنين ويجي كاس عالم 2022. طب المغرب صراحه بدا في هاي النسخه، حيث انه في دور المجموعه كان في مجموعه كرواتيا وبلجيكا وكندا، واللي كانت تعتبر اقوى مجموعه في كاس العالم، وكنا متوقعين انه من المستحيل انها المغرب تتاهل. لكن في اول مباراه للمغرب امام كرواتيا يتعادل 0-0، في ثاني مباراه والصدمه للجميع المغرب استطاع انه يتقدم ويفوز على بلجيكا 2-1، نفس الشيء امام كندا استطاع انه يغلبه 2-1، وهيك بيكون تصدر المجموعه. وفي الطرف الثاني اسبانيا كان هو صيف المجموعه، شاء القدر وشاء الله انه يجمع بين اسبانيا والمغرب في دور الثمن النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراه التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. وتيجي المباراة وتبدأ المباراة، ضغط شديد من لاعبين إسبانيا شمال يمين يحاولوا يجدوا حلول تسديدات، لكن لاعبين المغرب كأنهم بيلعبوا على شرفهم، فش الطابة ما بتمرق، تسديدي من هون وهجمة من هون محاولة من هون، لكنه كان استحواذ سلبي وبالذات في الشوط الأول. الشوط الثاني كمان مرة إنريكي يحاول شمال يمين يعمل تبديلات ما في جد، وتخلص 90 دقيقة، فوت في الأشواط الإضافية وما شاء الله أسود الأرض الصامدون، يحاول وتحاول إسبانيا وتكون قريبة شمال يمين، لكن سبحان الله ربك بده ينصفه، وتخلص 120 دقيقة ونروح لركلات الجزاء. اليوم عبد المجيد في مواجهة يوناي سيمون. عبد المجيد، عبد المجيد، الله 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 ماني في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين 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 حكيم الآن، حكيم الآن في مواجهة يوناي سيمون، حكيم 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 الله في مواجهة بونو، يلا يا ياسين يلا يا زين يلا يا ياسين سلهر الله 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 تعيدها يا بونو 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 مستحيل يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب المغرب للتاريخ المغرب للتاريخ المغرب إلى الدور القادم فخر العرب إلى الدور القادم فخر العرب يقولون لإسبانيا
حرفيا المغرب تسحق إسبانيا في ضربات الجزاء. بونو أبدع، طريقة تصديات بونو، طريقة إنهاء حكيمي، كل هذا كان استفزاز لإسبانيا. بيكون إقصاء إسبانيا اللي كان مرشح لكأس العالم على إيد المغرب اللي في عام 2018 ظلم تحت إسبانيا، وهيك المغرب عرفت تنتقم من إسبانيا أشر انتقام في أفضل سيناريو ممكن تتصوره. وهي كانت قصة انتقام المغرب من إسبانيا، كيف ظلم في عام 2018 عرف يرجع حقه في عام 2022. إن شاء الله مستمرين في هاي السلسلة، وبتمنى يا صاحبي إذا عجبتك هاي السلسلة لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس واكتب لنا تحت في التعليقات عن أي قصة بدك نحكي، وإن شاء الله في سلاسل جديدة جاي على القناة وراجعين بقوة. لا تنسى باشتراكك كمان مرة يا صديقي، وفي أمان الله.